الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بادئ ذي بدء، وأنا أزن ثقل المسؤولية التي أوكلت لي، أتوجه بالشكر الجزيل إلى السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وإلى السيد وزير الطاقة والمناجم على الثقة التي وضعت في شخصي. لن أدخر أي جهد لتحقيق أهداف سوناتراك والمتمثلة أساسا في تلبية حاجيات الوطن من جميع أنواع المحروقات ومشتقاتها، والفائض يوجه للتصدير لتلبية حاجيات الدولة الجزائرية من موارد العملة الصعبة.